لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول تتهم ترامب بالانخراط بمؤامرة لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة. روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الإصغاء لصوت العقل وتجنب الصدام المباشر بين البلدين. والأزهر يدعو طالبان لمراجعة قرار حرمان الفتيات من التعليم، وبلينكن يتوعد الحركة بدفع الثمن. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى هذه النشرة المفصلة تأتيكم من العربية. بعد 18 شهرا من التحقيق، أصدرت لجنة مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث الكونغرس أصدرت تقريرها النهائي. التقرير الذي يقع في 845 صفحة خلص إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يمنع أنصاره من اقتحام الكونغرس، واتهم التقرير النهائي ترامب بالانخراط في مؤامرة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020. معنا الآن مشاهدينا من واشنطن الدكتور وليد فارس الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية، أهلا بك دكتور معنا. بداية دكتور، ماذا يعني هذا التقرير والنتائج التي خلصت إليه فيما يتعلق بالرئيس ترامب؟ ما الذي سيحدث الآن؟ أولا، هذا التقرير بحد ذاته كان منتظرا جدا، وليس كان هنالك انتظار لما يمكن أن يحصل، لأنه منذ اليوم الأول لتأليف تلك اللجنة وكل جلسات الاستماع التي حصلت على مدة سنة ونصف ربما أكثر كانت تدل أن هذه الأكثرية وفيها فقط من الطرف الذي يعارض الرئيس ترامب أنها ستنتهي إلى يعني إلى مبادئ أو إلى استنتاجات كما سمعنا، لم نكن نعرف التفاصيل، ولكن وهذا الأهم، هذه توصيات لوزارة العدل. يعني نحن نعرف جميعا البرلمانات والكونغرس غير قادرين على أن ينفذوا توصياتهم أو مقرراتهم، ترسل إلى وزارة العدل وهنالك على وزير العدل الأتورني جنرال أن يقرر إذا أن يقوم بملاحقات بناء على هذا التقرير أو لا. هذا هو الوضع حاليا. طب هل متوقع أن تقوم وزارة العدل الأمريكية الآن بأخذ هذا الموضوع خطوة إلى الأمام، أم أنه يعني سينتهي هنا؟ الاحتمالان موجودان، احتمال أن يأخذوا الموضوع إلى التحقيق لأنه وزارة العدل ستقوم بتحقيق مبني على هذا التقرير ولكن عندها معطيات أكثر وتفاصيل أكثر، وإذا توصلت إلى نتائج أنه في مسؤولية عندها سوف تعين يعني فريق عمل بالنسبة لها من المحامين العامين بروسيكيوتور، وبعد ذلك يعني الآلية طويلة وليست آلية بين ليلة وضحاها. ولكن هنالك احتمال آخر أنه مع هذا الكونغرس الجديد الذي فيه أكثرية من الجمهوريين لن يكون الموضوع سهل، لأنه بإمكان هذه الأكثرية أيضا أن تعطل عمل وزارة العدل أو أن تخفف من وطأتها. إذن القرار بتقديري أنا سوف يكون سياسي أكثر من هو عدلي. طيب دكتور، بما أنه قرار سياسي، ماذا يعني بالنسبة لنية الرئيس ترامب الترشح مرة أخرى في انتخابات 2024 على الأقل من الناحية المعنوية، من ناحية دعم يعني القاعدة الجماهيرية له بعد على الأقل توصيات الكونغرس حتى وإن لم تصل الأمور إلى يعني المحاكم الأمريكية؟ عدة نقاط. النقطة الأولى أن الهدف الأساسي هو شل قدرة الرئيس أو إضعاف قدرة الرئيس السابق بأن يترشح، بأن يأخذ الإجراءات الإدارية لما هنالك. هذا الهدف الأساسي، وقد وصلوا إلى القاعدة التي سوف تسمح بذلك. ولكن النقطة الثانية التي يجب أن ننتبه إليها أن هذه اللجنة في هذا الكونغرس تنتهي مهامها بعد بضعة أيام، ويأتي كونغرس جديد، وما يمكن للكونغرس الجديد تحت القوانين والدستور الأمريكي أن يشكل لجنة أخرى، وهذه اللجنة أخرى تقوم بالتحقيق عن جديد، وقد تصل لأن أكثريتها من الجمهوريين إلى يعني إلى نتائج مختلفة، فيكون هنالك اصطدام بين لجنتين، لجنة ماضية ولجنة آتية أمام وزارة العدل، مما قد يعرقل عمل وزارة العدل. يعني الأمور
القانونية والإدارية والإجرائية هي معقدة بشكل لا أعتقد أنه هذا بحد ذاته سوف يستعمل كسلاح. ما يمكن أن يستعمل هو الأمور الأخرى، الملفات الأخرى، أنه وجود وثائق معينة في بيت أو قصر الرئيس، هذه عندها قدرة أكثر أن تتحرك من هذه النتائج السياسية. نعم، شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتور وليد فارس، الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية. قال مدير دائرة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية ألكسندر داريتشكيف في تصريح لوكالة تاس الروسية، قال أن موسكو تأمل بأن تصغي واشنطن لصوت العقل وألا تدفع بالأمور نحو صدام مباشر بين روسيا والولايات المتحدة. واتهم داريتشكيف الولايات المتحدة بإطلاق ما وصفه آلة تدمير العلاقات الثنائية مع روسيا، وأضاف بأن موسكو لا تعتزم قطع العلاقات بمبادرة منها، مؤكدا بأن روسيا لن تتسامح مع الاستفزازات المتعمدة التي لا تترك لها خيارا آخر. قبل ذلك شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كفاءة بطاريات باتريوت التي تعتزم واشنطن إرسالها إلى أوكرانيا مقارنة بمنظومات S-300 الروسية، قائلا إن موسكو تمتلك الوسائل لتدمير الباتريوت. أنظمة باتريوت قديمة بما فيه الكفاية ولا تعمل كما تعمل أنظمة S-300 مثلا، ومع ذلك من يجابهنا ينطلق من أن هذا السلاح دفاعي. سنأخذ هذا في الحسبان ببساطة وسنجد له ترياقا، ومن يفعل ذلك يطيل أمد النزاع فقط. سنحطم منظومة باتريوت وسيحتاج الغرب إلى جلب أسلحة أخرى. هدفنا ليس تأجيج الحرب ولكن يتمثل في محاولة إنهائها، وهذا ما نسعى إليه. طورنا أسلحة الجيش الروسي للدفاع وليس الهجوم. سنزيد من قدراتنا العسكرية بإضافة أسلحة متطورة مع بداية السنة. روسيا تثق في تحقيق أهدافها في أوكرانيا ولا مجال للتراجع. وبالتزامن مع اختتام زيارة الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة، أكد الكرملين أن واشنطن تخوض حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا. زيارة الرئيس الأوكراني للولايات المتحدة يصفها داعم كييف بالتاريخية وتصفها موسكو بالتصعيد الواضح. زيارة حملت في طياتها مؤشرات عدة. تزامنت زيارة زيلينسكي لواشنطن مع اجتماع روسي موسع لكبار القادة العسكريين مع بوتين أطلق خلاله استراتيجية بلاده العسكرية 2023، إلا أن الكريملين عبر عن استيائه من تسليم أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن ذلك سيفاقم الصراع، واصفا إياه بالمواجهة العسكرية الغربية غير المباشرة، مستبعدا بذلك أي فرصة لمحادثات السلام. زيارة زيلينسكي جاءت بعد أيام من زيارة روسية أقلقت كييف والغرب، حط فيها بوتين رحاله في بيلاروسيا وأرسل من خلالها رسائل واتفاقات عدة ترسم ملامح الجبهة الشرقية. اختارت بيلاروسيا بعدها التلويح بالرد العسكري واستعدادها للحرب ضد أي تهديد لأمن حدودها، أمر فهم بالرد المضاد على موجة التسليح الجديدة لأوكرانيا. الدول الغربية التي تراقب روسيا وحلفائها تخوفت من تلك الزيارة والتهديدات الأخيرة واحتمال السيناريو اشتعال حرب أوسع بأطراف عدة. قرابة 10 أشهر منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، بدأ الطرفان بتحسين قدراتهما العسكرية شيئا فشيئا وفق ما تتطلبه تغيرات أرض المعركة. روسيا زادت من قدراتها العسكرية بنسبة 30%، وأوكرانيا تسعى إلى الحصول على منظومات متطورة مثل باتريوت وصواريخ بعيدة المدى.
ننتقل الآن إلى أفغانستان، حيث طردت حركة طالبان الفتيات من المعاهد النسائية والمكتبات التي أغلقوها كجزء من قرار الحركة الجديد بمنع النساء من إكمال التعليم الجامعي. After the collapse of Afghanistan by Taliban, we have been the witness of several limitations regarding girls' education. First, closing girls' school, then closing universities there, and ultimately closing all education centers. And today, Taliban closed all libraries there. Therefore, we want Ms. Angela Jolie. وقبل ذلك انسحب طلاب جامعيون من امتحاناتهم احتجاجا على قرارات طالبان بمنع النساء من التعليم الجامعي، كما قدم عدد من الأساتذة ذكور استقالاتهم من الجامعات بسبب قرار الحركة. وقد توعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن طالبان ستدفع ثمنا باهظا بسبب قرارها الأخير بمنع النساء من التعليم في الجامعات، وشدد على أن محاولات طالبان في الحصول على اعتراف المجتمع الدولي لن تتحقق في ظل استمرارها في انتهاك حقوق النساء. ستدفع طالبان ثمن القرار الذي اتخذته في حال لم يتم التراجع عنه. لا أملك تفاصيل حاليا، لكن نحن بصدد التنسيق مع حلفائنا بهذا الخصوص، وأستطيع أن أخبركم أن محاولة طالبان البحث عن اعتراف دولي وهو ما تريده لن يحدث إذا استمروا في مثل هذه الإجراءات. بدوره أصدر الأزهر الشريف بيانا أعلن من خلاله أنه يأسف بشدة لقرار حركة طالبان بمنع الفتيات من تلقي التعليم الجامعي في أفغانستان. ونقل الأزهر في بيانه الصادر باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والأفغانية عن شيخ الأزهر قوله إن القرار يتناقض مع الشريعة الإسلامية ويصدم دعوتها الصريحة للرجال والنساء بأن يطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. ودعا الأزهر أولي الأمر في أفغانستان إلى مراجعة أنفسهم بشأن القرار، لافتا إلى أنه يحذر المسلمين وغير المسلمين من الاعتقاد بأن القول بتحريم تعليم النساء والفتيات أمر يقره الإسلام. وفي المواقف الدولية أيضا، أدان وزراء خارجية مجموعة السبع بشدة قرار منع الفتيات من التعليم في أفغانستان، معتبرين اضطهاد الفتيات يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. طالبان تحرق يوما بعد يوم وبيدها لا بيد غيرها كرتا تلو الآخر لإنهاء عزلتها الدولية. فالحركة التي ظهرت أوائل التسعينيات من القرن الماضي إلى أن برز نجمها في أفغانستان خريف عام 1994 وإلى الآن تعيد دوران عقارب الساعة عكس اتجاهها. حكمت طالبان أفغانستان للمرة الأولى في الفترة من 1996 وحتى العام 2001، ووعدت حينها بإحلال السلام والأمن وباحترام حقوق الإنسان بمجرد وصولها للسلطة. ذلك ما لم يتحقق. حظرت طالبان مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الموسيقى وارتياد دور السينما، ورفضت ذهاب الفتيات من سن العاشرة إلى المدارس. ودخلت الحركة في عزلة دولية كبيرة، تمت الإطاحة حينها بطالبان ولاحقتها تهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ودخلت في حرب واسعة النطاق، ثم لاح اسم الحركة مجددا خلال السنوات القليلة الماضية في أفغانستان، حيث توفرت فرصة أخرى في ظل محاولة الغرب دعمها وخلق مساحة للمفاوضات. عادت الحركة من جديد عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد العام الماضي، وبسطت سيطرتها بالكامل. وفي خضم إعادة دمج الحركة، كان الحديث في ذلك الوقت المطالبة بتقديم المساعدة من المجتمع الدولي وفق تعهدات للمجتمع الأفغاني والعالمي، وهي تعهدات لم تحقق منها الحركة شيئا، ومنها ما تم مؤخرا من حظر الدراسة الجامعية على الفتيات. وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد، أضاعت طالبان فرصة من يدها وقطعت شوطا آخر للوراء. عصام عبد السلام، العربية.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. في المغرب السلطات تعلن السيطرة على حريق كبير في منشأة غاز بمدينة المحمدية. أهلا بكم من جديد. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايك كوريلا إن الطائرات المسيرة الإيرانية هي تهديد للمنطقة، وأنها تقوم بإنتاج طائرات مسيرة كبيرة الحجم تطير لمسافات أطول وقادرة على حمل كميات أكبر من المتفجرات. وأضاف كوريلا أن إيران تواصل تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال الميليشيات والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وتهديدها المستمر للممرات المائية الدولية، مشيرا بحسب صحيفة جيروسلم بوست أن إيران تواصل انتهاك العقوبات والحظر ونشر الأسلحة لشبكتها من الوكلاء والشركات أو الشركات التابعة لها والاستيلاء على شحنات السفن في المياه الدولية. قائد القيادة المركزية الأمريكية أكد أن إيران تواصل نشر الفوضى من خلال وكلائها الذين يهاجمون القوات الأمريكية وشركاء واشنطن في العراق وسوريا. وأشار كوريلا إلى أن النظام الإيراني يمول ويدعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية ويتحدى الأعراف الدولية من خلال القيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار. أكدت وزارة الدفاع الفرنسية تمسكها بتعزيز الشراكة التاريخية مع السعودية. وقالت الوزارة أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنيو اتفق مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان على تعزيز الحوار بينهما في مواجهة التهديدات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. اشتدت الصراعات بين كيانات ومجالس شرق السودان إذ عقدت عدد من التنظيمات أو بالفعل عقدت مؤتمرات صحفية لتوضيح موقفها من الراهن السياسي. وقد برزت الخلافات حول نقطة المؤيدين للاتفاق الإطاري والمعارضين له. هنا الشرق مكان لا يهدأ، يشتعل سياسيا يوما بعد آخر. هنا خير مثال لما يمر به السودان من تشظ وانشقاق. الاستقطابات تعصف بمكونات الشرق ومجالسها وقبائلها، فتعددت المسميات والتحالفات وتشتتت المواقف. هنا التهديد والوعيد بأن الانفصال خيار حاضر إن لم تتم الاستجابة للمطالب. نتعهد لهم أنهم هم ما بنقفل البحر ده، كل حاجات السودان يستوردوها عبر المواني، ما في مشكلة، مقابل ذلك يدون استغلالنا. هذا هو المؤتمر الصحفي الرابع خلال أقل من 24 ساعة لتنظيمات وكيانات من شرق السودان يعلنون فيها موقفهم من الرهن السياسي. اللافت أن المجلس الأعلى لنظارات البجا والموقعين على اتفاقية جوبا كانوا حتى وقت قريب هم من يعبرون عن مواطني شرق السودان قبل أن ينقسم جميعهم ويتناثروا إلى مجموعات عديدة. حزب مؤتمر البجا قاد كفاحا مسلح في العام 94-1900 والذي استمر 14 عام، نطالب ونتمسك بتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق. بين تيرك وموسى وتحالفات الشرق القديمة والجديدة وكذلك الإدارات الأهلية والموقعين على اتفاق جوبا، وضح الصراع بين المؤيدين للاتفاق الإطاري والمعارضين له، وبارزت مفارقة جديدة أنه لا خلاف بينهم في الأهداف والمقاصد المتمثلة بتنفيذ مخرجات مؤتمر سنكات، إنما من الذي يتحدث باسم أهل الشرق. نحن لا نلتفت إلى الأصوات العالية والتي نعتبرها الآن لا تعبر عن كل شرق السودان، ولكن أيضا لا ننكر
أنها أيضا تعبر عن صوت مجموعة معينة. خلال هذا الشهر برزت مجموعة برئاسة شيب ضرار، أعلنت حمل السلاح في وجه السلطة وأغلقت الميناء لمدة يوم. كما برز تقارب بين مكونات من الشرق مع تحالفات عسكرية وسياسية متعددة، وهو ما يشير إلى أن قضية الشرق باتت من أكثر القضايا المعقدة التي تواجه الفترة الانتقالية. لينا يعقوب، العربية، الخرطوم. أعلنت السلطات المغربية أن فرق الإطفاء سيطرت على حريق هائل اندلع في مستودع للغاز بمدينة المحمدية قرب الدار البيضاء من دون أن يسفر عن وقوع إصابات. وبحسب السلطات فإن النيران أتت على 5 صهاريج سعة كل منها 8 أطنان، وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحريق. ارتفع عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة عام 2022 بعد 5 سنوات من التراجع، مسجلا أكبر زيادة منذ أكثر من عقد مع إعادة فتح الحدود في نهاية 2021 بعد إغلاقها بسبب كورونا. وبحسب التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني فإن صافي الهجرة الدولية أضاف أكثر من 1 مليون شخص إلى سكان الولايات المتحدة بين الأول من يوليو 2021 والأول من يوليو 2022. بعد 4 سنوات من وصولها إلى سطح الكوكب الأحمر، أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا رسميا تقاعد مركبة الفضاء الموجودة بالمريخ إنسايت، وهي أول مسبار آلي صمم خصيصا لدراسة الأجزاء الداخلية العميقة لعالم بعيد. ختام هذه النشرة إلى العناوين. لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول تتهم ترامب بالانخراط بمؤامرة لقلبه نتيجة انتخابات الرئاسة. وروسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الإصغاء لصوت العقل وتجنب الصدام المباشر بين البلدين. والأزهر يدعو طالبان لمراجعة قرار حرمان الفتيات من التعليم، وبلينكن يتوعد الحركة بدفع الثمن. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.